التي في محافظة نينوى الكرام وفي مدينة الموصل الحدباء، تحية وتقدير وإجلال لهذه المدينة الفاضلة. من هنا ننطلق، يجب أن يكون لنا وقفة ويجب أن يكون لنا موقف كقوة سياسية ممثلة لعموم البلد وفي نفس الوقت ممثلة لهذه المحافظات الكريمة. نحن هنا اليوم في محافظة نينوى وفي الموصل تحديدا لنمكن قيادات نينوى من إدارة مفاصل العمل في هذه المحافظة الكريمة. لسنا حاكمين لهذه المحافظة، نحن مظلة سياسية يشترك بها ابن نينوى ويشترك بها ابن الأنبار ويشترك بها ابن صلاح الدين ويشترك بها ابن بغداد، ونسعى أن يشترك بها باقي إخواننا في المحافظات الأخرى. نكون لهم عون ونكون لهم سند في بغداد لإيصال صوتهم ومعالجة المشاكل التي تطرأ خلال عمل. نحن هنا اليوم نشد أزرنا بأزر بعض، الأنبار محتاجة إلى نينوى ونينوى محتاجة إلى الأنبار، وكلينا محتاجين إلى بغداد والبصرة ومحتاجين إلى صلاح الدين ومحتاجين إلى ديالى وكركوك. محافظتكم بخير وأهلكم بخير، ما دام اكو قيادات في هذه المحافظة سنبقى مساندين وداعمين لهم. كتلة تقدم نينوى وتحالف تقدم في نينوى مو فقط نحتاجهم في نينوى، محتاجينهم في بغداد أن يكون لهم رأي وأن يكون لهم دور وأن يكون لهم موقف في كثير من المفاصل، ونوحد رؤانا في محافظاتنا ليكون لنا مصدر قرار واحد ويكون لنا وجهة نظر واحدة تنعكس على إيجابا على كل البلد. أكرر، الأيام القادمة لمحافظة نينوى ستشهد حملة وتشهد طفرة نوعية في كل مفاصل. نينوى كريمة وأهلها كرام ويستحقون منا الكثير. نحن الحقيقة طلع إلى عمل سياسي ناجح في العراق. أنا قلتها سابقا أن هذا التحالف هو بداية في نينوى للوصول بعد الانتخابات. بعد الانتخابات هذا التحالف سيكون له لوبي برلماني قوي في بغداد. تحالف تقدم وطني سيقف، وهذا هو اتفاقنا، سيقف مع أهل نينوى في أن يكون لنينوى صوت قوي مدون في بغداد للحصول على حقوق نينوى العليا وتحقيق مصالح العراق العليا أيضا. أريد أن تعود نينوى بقوتها في بغداد من خلال هذا التحالف.